يشرفني الآن الأخ العزيز كابتن ناصر عباس للحديث عن حكام مباراة اليوم. نورنا يا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. مباراة اليوم مباراة من المباريات الصعبة كابتن ايمن. طاقم تحكيم محمد معروف وطبعا حكم دولي ولسه جاي من كأس عالم للشباب. معاه المساعدين سامي هلهل دولي، سمير جمال دولي، الرابع محمود البنا حكم رابع، وعندنا الفار طارق مجدي، وعندنا محمود ابو رجال. طيب كابتن ايمن هنتكلم على محمد معروف. هو اخر ثلاث مباريات لعبهم هنا طاقم التحكيم هنا بالكامل، يعني بنشكر طاقم الاعداد على ان هم جاب الاثنين اربع الست الست كلهم طبعا حكام دوليين. على فكره كابتن في كمان حاجه ملحوظه، يمكن عندنا احنا سبع حكام ان شاء الله رايحين بطوله الامم الافريقيه، ثلاث حكام واثنين مساعدين واثنين حكام فار، ثلاثة أمين عمر، محمد معروف، محمد عادل، الاثنين المساعدين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، الفار عندنا محمود البنا، و الفار تاني محمود عاشور. عاشور رايح. محمود عاشور. طيب أنا بس هرجع بالذاكرة، إحنا قلنا دايما يا كابتن أيمن التحكيم ملوش حسابات، والحكم لما بينزل المباراة ما بيحسبش حسابات. أنا بس عندي لقطة كانت في آخر مباراة لمحمد معروف، كانت مباراة النادي الأهلي والمصري اللي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في الدقيقة 32. أنا جاي يمكن حالة هتشوفها، وإحنا قلنا ساعتها أنا وأنت كابتن أيمن قلنا الحسابات مش موجودة في التحكيم. نروح للدقيقة 32، هو أنظر لاعب المصري هنا أسامة الجزار، رقم كام يا كابتن؟ نشوف ترجع معايا بالذاكرة كده، نرجع بالحالة بس كده رقم 40، نرجع بالحالة شوف المخالفة الأول، نشوف المخالفة. أيوه. هنا أدي هنا الإيه؟ تاكلينج والتهور، وهنا إنذار مستحق اللاعب رقم كام يا كابتن؟ 40. 40 كويس. أسامة الجزار. بعديها بدقيقتين يا كابتن أيمن. بعديها بدقيقتين، نشوف المخالفة اللي جاية دي، يعني إحنا بنتكلم في الدقيقة 32 وفي الدقيقة 34. تمام؟ ها. أدي استحق إنذار تاني. مين بقى اللي ارتكب المخالفة؟ نرجع كده تاني الإعداد، نشوف الإنذار، نشوف تاني. خلاص هو هنا مشي لاعب 40 مشي، وبهون بيحذر رقم تاني. نرجع تاني بس كده، معلش سامحني بس انا عاوز اثبت حاجه معينه. نشوف هنا كانت بطاقه تانيه، تغاضى عن اخراج البار، بطاقه تانيه صحيح. يعني ارجع تاني ماشي هنشوفها وبعد كده هنفضل نتكلم. نشوف رقم 40، هو النهارده بيحذر رقم 25. 25 ما ارتكبش المخالفه. 25 ما ارتكبش المخالفه كابتن ايمن. وهنا بقول ايه؟ هنا نشوف تاني، هنا هنا هنشوف، هنا مش دي هي دي 40 اهو. بس شوف العرقله والانذار مستحق. انا بقول الكلام ده ليه يا كابتن ايمن؟ هذه المباراه انتهت 0-0. لما انا النهارده في الدقيقه 32 34 تطرد لاعب وطرد مستحق صح، يبقى انا النهارده اكيد اكيد خسرت على نتيجه المباراه. اكيد صح، اكيد. فدي كانت بطاقه حمراء مفقوده في هذه المباراه. بنقول الحكام من فضلك ما تسيبش حساباتك، لان ممكن اللاعب اللي انت ما طردتش دوت ممكن الفريق المنافس يكسب. مظبوط. وتبقى انت سبب كحكم في انك انت ما اديتش الفريق حقه. التحكيم المصري ماشي كويس، وفي سبعه رايحين امم افريقيه، اتمنى ليهم طبعا التوفيق ان شاء الله. انا النهارده محمد معروف بقول لك اتمنى النهارده محمد النهارده تركز، خلي بالك من منطقه الجزاء مهم جدا جدا، لان النهارده مهم جدا النهارده مباراه، اللي بيكسب بيوصل للنهائي السوبر، وبالتالي النهارده احنا بنتكلم في تحكيم، طاقم تحكيم دولي والفار موجود. اتمنى ان شاء الله ان شاء الله هذه الاخطاء لا تتكرر في المباريات السابقه، وطبعا بالتوفيق للافضل وبالتوفيق لطاقم التحكيم يا كابتن. يا رب ان شاء الله، ولينا لقاء اخر يا كابتن ان شاء الله باذن الله رب العالمين.